إن الناس جميعا تجار مع الله سبحانه وتعالى، وقد بين ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قال: كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. ورأس مال الإنسان في هذه التجارة هذا العمر الفاني الزائل الذي ينقضي سريعا، والربح فيه هو ما يستغله فيه الإنسان من الطاعات المقربة من رضوان الله جل جلاله المدنية من جنته ومغفرته. وإن هذه التجارة الناس فيها ما بين رابح بأضعاف مضاعفة لا تخطر للإنسان على بال، وما بين خاسر خسارة لا ربح بعدها أبدا. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. إن الربح الطائل هو فيما يقرب من رضوان الله سبحانه وتعالى وجنته والنظر إلى وجهه الكريم وتقريبه والأنس به، ولا يكون ذلك إلا بالمسابقة للخيرات والمبادرة فيها والمنافسة. والربح الطائل يتضاعف في المواسم من مواسم الخير التي ميزها الله عن غيرها من سائر الأيام والشهور، ومنها هذه الأشهر الحرم التي أنتم فيها، وهذه العشر التي تنتظرونها لا يفصلكم عنها إلا 4 أيام أو 5. وهذه العشر هي أفضل أيام السنة، أقسم الله بها في كتابه. فجمهور المفسرين يفسرون قول الله تعالى: والفجر وليال عشر، على أنها عشر ذي الحجة. وكذلك ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما في الصحيح أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله منه في أيام العشر، يعني عشر ذي الحجة. فلذلك لا شك أن العقلاء هم الذين يخططون لاستغلال طاقاتهم ووضعها في محلها، فلذلك لا بد أن نخطط الآن لاستغلال هذه العشر، فمن بلغها منا كان على بصيرة وبينة فيما يستغلها فيه، ومن لم يبلغها ومات قبلها كان أجره على الله. فقد قال الله تعالى: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. فمن قصد الخير فإن الله يذيبه على قدر نيته، ونية المؤمن أبلغ من عمله. وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. ولنتذكر أن كثيرا من الناس فرط فيها في الأعوام الماضية ففاته خير كثير، ولعلنا من المقصرين فيها. فلذلك لا بد أن نتدارك وأن نتذكر قول الحسن بن أبي الحسن البصري رحمه الله: إن عمرا ضيع أوله لجدير أن يحفظ آخره. وقد قال الحكيم: بقية العمر عندي ما لها ثمن، ولو غدا غير محبوب من الزمن، يستدرك المرء فيه كل فائتة من الزمان ويمحو السوء بالحسن. وهي فرصة لا تعوض، فيا رب صائمه لن يصومه، ويا رب قائمه لن يقومه. فلذلك لا بد أن نبادر للتخطيط لاستغلال هذه العشر قبل أن تفجأنا، ونحن نعلم أن العمر يمضي بسرعة هائلة، وأن أكثر الناس مغبونون فيه، كما أخرج البخاري في صحيحه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. فعلينا أن نحرص على أن لا نكون من المغبونين، وأن نبادر إلى الخيرات كما أمرنا الله بذلك، وأن نكون من المسابقين إلى مغفرة الله وجنته. فقد دعانا الله إلى ذلك فقال: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وقد قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية على أصحابه وهم في مواجهة الصف، وكان رجل منهم يأكل تمرات في يده، فقال: عرضها السماوات والأرض، بخ بخ، فرمى تلك التمرات وقال: إني حريص على الحياة لئن بقيت حتى أكلها، فقاتل حتى قتل، فكان من أهل الجنة. علينا يا إخواني أن نسابق إلى الخيرات وأن نبادر إليها، فنستعد لاستغلال هذه العشر بأنواع القرب والطاعات. علينا أن نعزم أولا على صيامها، فصيام اليوم الأخير منها هو التاسع، وهي تسمى عشرا لأنها من الشهور التي لا تنقص، فلو كانت عشرا بيوم الحج الأكبر وهو يوم العيد لما كان صيام ذلك اليوم واردا مكملا، ولكن أجرها كامل. فلذلك من صام 9 أيام فقد صام العشر كلها،
فعلينا أن نخطط لصيام هذه العشر وأن نستعد لذلك. ثم علينا أن نستعد كذلك لقيام ليلها ما استطعنا، فمن كان يستطيع ذلك فرديا كحملة كتاب الله فذلك خير على خير، فقد خصوا ومجزوا بميزة خاصة، وهي أن الله أتمنهم على أبلغ أمانة وأعظمها على وجه الأرض، وفضلهم بما لم يفضل به أحدا من عباده. وعليهم أن يتذكروا قول نبي الله سليمان عليه السلام: ما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون. فعليهم أن لا يناموا عن كتاب الله وأن يقوموا به، وأن يجعلوا لأنفسهم وردا، وأن يحاولوا الختم في قيام الليل فيه. أما من سواهم فليس الباب مسدودا أمامهم، بل يمكن أن يلصقوا مع إخوانهم وأن يتعاونوا معهم على البر والتقوى، وليس في ذلك بدعة ولا خروج عن السنة، بل عليهم أن ينسقوا مع إخوانهم حتى يعينهم على قيام الليل وسماع القرآن. فعلى كل مجموعة متعاصرة أو متآخية في الله، وعلى أهل كل مسجد أن يعاون بعضهم بعضا على استغلال هذه الفرصة التي هي نادرة، وعلى الربح الطائل فيها بأن يقوموا الليل جماعيا لمن لا يستطيع القيام وحده. فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قام مع عدد من أصحابه، فقد أتاه ابن عباس وبات عنده في بيت خالته ميمونة، فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله في طول الوساد، ونام ابن عباس في عرضه. فلما بقي نصف الليل قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فمسح النوم عن وجهه وشاصفاه أي استاك، ثم قام إلى شن معلق فتوضأ منه وضوءا يقلله عمرو ويخففه. عمرو هو ابن دينار الراوي هذا الحديث عن ابن عباس، وقد رواه عنه كريم أيضا في الصحيح. ثم قال: إن الغلي منام، والغلي متصغير الغلام، ويقصد به ابن عباس يريد إيقاظه بذلك. فقام ابن عباس قال: ففعلت مثل ما فعل، وقرأ خواتم سورة آل عمران، ثم أحرم فصلى ركعتين خفيفتين، ثم صلى بعدها أربعا، ثم صلى أربعا. قال: فأحرمت عن يساره فأمسك بأذني أو بمنكبي فأدارني من خلفه فجعلني عن يمينه. وكذلك ثبت أن حذيفة قام معه صلى الله عليه وسلم قيام الليل، وأن يعلى بن أمية قام معه، وأن ابن مسعود قام معه في صلاته الطويلة. فافتتح رسول الله صلى الله عليه وسلم الركعة الأولى بعد الفاتحة بالبقرة، ثم بالنساء، ثم بآل عمران، وكانت بعدها في ترتيب، حتى قال: لقد هممت بأمر سوء. قيل: وما هو يا أبا عبد الرحمن؟ قال: هممت أن أجلس. فلذلك يشرع لمن كان لا يحفظ القرآن، أو من كان لا يستطيع الصبر على القيام، أو من كان غير متعود عليه، أن يستعين بإخوانه في التعود على هذه الطاعة. ثم بعد ذلك علينا يا إخواني أن نستغل أوقات ما بين الصلوات، وبالأخص ما بعد العصر، فهو قصير في هذه الأيام، وانتظار الصلاة بعد الصلاة من الجهاد والرباط في سبيل الله. وأنتم تعرفون ما للمرابط من الأجر، وأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن كل ميت يختم على عمله إلا المرابط في سبيل الله، فإنه لا يختم على عمله ويأمن الفتان، فلا يفتن عند الموت، ولا يختم على عمله. إذا جاء وقت الصيام كتب في الصائمين، وإذا جاء وقت القيام كتب في القائمين، وإذا جاء وقت الصدقة كتب في المتصدقين، ويبقى حيا بالعمل مدة الدنيا، وهذه مزية لا يعدلها شيء. وكذلك بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن رباط ليلة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها، فكل ذلك يقتضي من الحرص على الرباط. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن من الرباط انتظار الصلاة بعد الصلاة، فقال: ألا أخبركم بما يرفع الله به الدرجات ويكفر به الخطايا؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطاء إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط. فانتظار صلاة المغرب في المسجد في هذه الأيام من بعد صلاة العصر يوفر للإنسان فرصة لذكر الله، وليأخذ حزبه من القرآن، وهذا الجلوس كذلك رباط في سبيل الله، وتدريب للنفس على الطاعة والابتعاد عن المعصية، لأن المسجد في الجلوس فيه فوائد كثيرة، منها أولاً شغله بالطاعة فهو البيت المخصص لها، ومنه مخالطة الملائكة الكرام الذين يعمرون المساجد، ومخالطة الصالحين كذلك الذين يعمرونها، ومنه شغل الجوارح عن المعصية وعن اللغو بالطاعة، ومنه كذلك الفراغ للتدبر والتفكر، وهو عبادة الأصفياء،
ومنه كذلك مراجعة حزب الإنسان من القرآن وكذلك الذكر. فهذا الذكر كذلك مجال عظيم للتنافس، وكثير منا لا يجد وقتا كافيا للمشاركة في الأذكار، وأنتم تعرفون ما للذاكرين الله كثيرا والذاكرات من الأجر العظيم. وأنواع الذكر متنوعة متعددة، ولذاكرين باب من أبواب الجنة يوم القيامة. فعلنا أن نحرص على أن نكون من الذاكرين الله كثيرا، ولا يكون ذلك إلا بالتدريب والمجاهدة، فالنفس محتاجة إلى مجاهدة على الطاعات. وإذا جلس الإنسان في انتظار الصلاة وأتى بكل نوع من أنواع الذكر فذكر الله سبحانه وتعالى به، سواء كان ذلك الذكر مفردا كالتسبيح فقط أو كان جمعيا كما جاء في الحديث سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، ثم خمس لا يضرك بأيتهن بدأت، كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم، فذلك خير كثير. فهذه الخمس إذا أكمل الإنسان منها عددا كبيرا ثم أضاف إليه الاستغفار والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ولو زاد على ذلك البسملة والتعوذ فقد أمر الله بهما قبل قراءة القرآن، ثم بعد ذلك قرأ حزبه من القرآن وما يتيسر، فإن ذلك سيكسبه نورا وقوة على الطاعة، ويعينه على قيام الليل وعلى غض البصر وعلى كثير من الأمور التي يعين عليها الذكر. وكذلك من المجالات التي يلزم التنافس فيها الجود والكرم في هذه الأيام، فعلنا أن نحرص على تفطير الصائمين في هذه الأيام وبالأخص المرابطين منهم في المساجد، فهو خير كثير، فمن فطر صائما ولو على مذقة لبن كان له مثل أجره. وأنتم تعرفون أن الصوم في الشتاء غنيمة باردة كما بيّن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم علينا كذلك أن نحرص في هذه الأيام على تدريب أنفسنا على جانب اجتناب النهي، فهذا الجانب مقدم على امتثال الأمر، فكثير هم أولئك الذين يكثرون من الذكر والطاعات ولكنهم يقعون في بعض المعاصي. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم خطر جانب المعاصي فقال ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فجانب الحظر مقدم على جانب الأمر، فلذلك علينا أن نجعلها فرصة أيضا لكف أنفسنا عن محارم الله جل جلاله. علينا أن نحرص على مراقبة جوارحنا كلها، فنبدأ بالقلب ثم باللسان ثم بالعين ثم بالأذن ثم باليد ثم بالرجل ثم بباقي الجوارح. على كل إنسان منا أن يعلم أنه قد فرط وقصر كثيرا في هذه الأمانة المودعة لديه، وهو يرى الذين سلبوها، فيرى كثيرا من الناس لا يرون مواضع أرجلهم قد سلبوا نعمة البصر، ويرى آخرين قد سلبوا نعمة السمع، ويرى آخرين قد فقدوا عقولهم، ويرى آخرين قد فقدوا طاقاتهم يقلبون على فرشهم، وهو يعلم أن الله قد متعه بهذه النعم الجليلة العظيمة، فلا بد أن يشكرها لله سبحانه وتعالى، وأبلغ شكرها صيانتها عما حرم الله صرفها فيه. ثم بعد ذلك علينا يا إخواني أن نحرص على تعلم ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنجعل من هذه العشر فرصة لتخصيص نصف ساعة يوميا لتعلم ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من عند الله، فقد جاءتنا هذه الرسالة الكريمة من عند ربنا الذي أنعم علينا بأنواع النعم، وقد خصنا بها من بين الأمم، فأرسل إلينا أفضل الرسل، وشرع لنا خير شرائع الدين، ونزل إلينا خير الكتب، ويكفي هذا من التشريف، يكفي من التشريف أن جعلك من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وأن جعله رسولا لك، كما قال الحكيم ومما زادني فزدت تيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأنا أرسلت أحمد لي نبيا. فهذه مزية عظيمة لا محالة، ولا يمكن أن يكون الإنسان مشاكريها إلا إذا تعلم ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا السير الدائم ينبغي أن نعلم نتيجته، فالسير الدائم له ثمرة كبيرة، فالنبي صلى الله عليه وسلم حث على العمل الذي لا ينقطع، وبين أن خير العبادة وأحبها إلى الله أدومها وإن قل. فإذا خصص الإنسان من وقته يوميا نصف ساعة للتعلم، فقرأ شيئا من السنة، حفظ حديثا، تدبره، قرأ معانيه، راجع ما استنبطه منه أهل العلم المتبصرون،
فإنه بذلك يزداد من الله قربا ويزداد اتباعا لرسوله صلى الله عليه وسلم ومحبة له، فيزيد إيمانا ويرتقي في درجات الكمال درجة، وهكذا في كل يوم لا يزال يزداد، فكلما دنا أجله كلما تقرب من الله سبحانه وتعالى وزادت نعمة الله عليه بزيادة التوفيق والعلم والعمل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المخلصين المخلصين. ثم اعلموا رحمني الله وإياكم أن هذا التنافس المشروع ينافسكم فيه الحجاج هنالك في المشاعر المقدسة، وينافسكم فيه كثير من سكان الأرض الذين عرفوا فضل هذه الأيام فبادروا إليها، فكانوا كالتجار إذا وجدوا فرصة للأرباح الطائلة فبادروا إليها. وعليكم أن تبادروا قبل فوات الأوان، وأن تتذكروا قول الله تعالى: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، وتاب علي وعليكم إنه هو التواب الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على تفضله وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. عباد الله، إن من كان مقصرا في الأيام الماضية فجاء بعد رمضان أطباق، وجاء بعده كثير من التصرفات، وجاء بعده كثير من الأقوال غير المرضية، ينبغي أن يبادر للتطهير قبل فوات الأوان، فيحرص على هذه النعمة، وأن يكون من المشاركين فيها، وأن يكون أيضا من الصادقين المخلصين ومن ذوي العزائم القوية التي لا تتزحزح. فإن الإنسان قد يعزم على الطاعة الآن، ولكنه سرعان ما يعود فينكث غزله ويرجع أنقاضا، وذلك بكيد الشيطان والنفس الأمارة بالسوء وإخوان السوء. علينا أن نسد الباب أمام كل العقبات والعراقيل التي تنكث الغزل وترد الهمم إلى الوراء، ومنها مجالسة إخوان السوء. فأنتم تقرؤون قول الله تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وتتذكرون كذلك قول الله تعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. فقد جعل الله مجالسة الفاسقين نفاقا والرضا بعملهم نفاقا، قال: إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. عليكم يا إخواني أن تحرصوا على سد هذه الثغور أمام الشيطان الذي لا يرضى من الإنسان بالعزيمة على الطاعة، فإذا عزم حاول معه الترديد في عزيمته، ثم بعد ذلك إذا صمم حاول أن يثنيه. ولذلك قال خليل رحمه الله: لذلك قل من أراد ثم قل من سلك ثم قل من وصل. فطريق الحق محفوه بالنكبات والعراقيل، قليل من أراد سلوكه، ثم قليل من عزم على ذلك وصمم، ثم قليل من سلكه، ثم قليل من السالكين من نجا حتى وصل. فلذلك علينا أن نعزم وأن نقوي العزائم وأن نراجعها دائما، وأن نجعل من هذه العشر أيضا فرصة لفحص أخلاقنا. فالإنسان قد تربى على خلق كريم في المجتمع الإسلامي وبما قرأ من الكتاب وبما قرأ من السنة، ولكن الأخلاق تشوبها الشوائب الكثيرة، فتقدم العمر بالإنسان مؤذن بنقص عقله ونقص خلقه، وإصابته ببعض الأمراض كذلك مؤدية إلى تغير أخلاقه، وتغير بيئته من غنى أو فقر أو وظيفة أو وجود أهل أو أولاد أو غير ذلك، كل هذا من المؤثرات بالأخلاق. فعلنا أن نفحص أخلاقنا دائما لئلا يستشري فيها داء عضال فلا نستطيع التخلص منه بعد استشرائه وانتشاره. إن الخلق هو أساس قيمة الإنسان، وهو الذي يدنو به الإنسان من النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة،
كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عند مسلم وغيره: ألا أخبركم بأحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. فلذلك علينا أن نحرص على تحسين أخلاقنا في هذه العشر، وأن نراجع ما شابه من الشوائب، وأن نزيل ذلك ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى وتحسينا لإسلامنا. فهذا الإسلام الذي ميزنا الله به يحتاج إلى مراقبة وتحسين دائمين. فكثير منا من المسلمين، لكن قليل منا من حسن إسلامه. وأنتم تعرفون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. وأنه قال: إن العبد إذا أسلم فحسن إسلامه، محى الله عنه كل سيئة كان زلفها. ثم كان بعد ذلك القصاص: الحسنة بعشر أمثالها والسيئة بمثلها إلا أن يتجاوز الله عنه. ولا شك أن مواسم التنافس في الدنيا ومواسم المنافسات السياسية هي كذلك وسيلة للشيطان لإحداث البغضاء في النفوس ولتغيير الأخلاق، ويحصل فيها كثير من الإخلاف بالوعد والنقض للعهد، ويحصل فيها كثير من الكذب إلى ما يعتريها أيضا من التزوير والغش والخداع، وهي ذنوب لا بد من التطهر منها. فمن وقع في شيء منها فعليه أن يبادر هذه الفرصة، فقد آتاه الله فرصة العشر ليتوب ويحسن التوبة. والله تعالى ينادينا نداء كريما إذ يقول: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم. علينا أن نقول جميعا: لبيك ربنا وسعديك فنحن منهم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون، أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين، أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين، بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة، أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. ثم اعلموا رحمني الله وإياكم أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وذنى فيه بملائكته وذلذ بكم معاشر المؤمنين، فقال جل من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صلى علي مرة صلى الله عليه بها عشرة. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وأوهن كيد الكافرين، وانصرنا عليهم أجمعين. اللهم أظهر دينك وكتابك على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم بلغنا عشر ذي الحجة وبارك لنا فيها. اللهم اجعلنا ممن وفقتهم فيها للطاعات واجتناب النواهي. اللهم تقبل منا وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اجعلنا من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. اللهم اجعلنا من عبادك المخلصين المخلصين يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا، واهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، وفك أسر المأسورين من المسلمين يا أرحم الراحمين. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك الذين يجاهدون لإعلاء كلمتك في كل مكان. اللهم ثبت أقدامهم وسدد سهامهم وانصرهم على أعدائهم. اللهم انزل بأسك ورزك وسخطك وعذابك على كفرة أهل الكتاب الذين يحاربون أولياءك ويصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك. اللهم لا ترفع لهم راية ولا تحقق لهم غاية، واجعلهم لمن خلفهم آية،
وأخرجهم من بلاد المسلمين صاغرين مهزومين يا ذا القوة المتين. اللهم عليك باليهود ومن هذا إليهم، اللهم أنزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم أخرجهم من بلاد المسلمين صاغرين مهزومين يا قوي يا متين. اللهم طهر المسجد الأقصى من رجز اليهود، اللهم احفظ أهله القائمين بأمره، اللهم احفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم، اللهم اكفهم كيد الكائدين ومؤامرات المتآمرين، اللهم وفقهم لما يرضيك واملأ أيديهم من الخير. اللهم إن العالم قد حاصرهم، اللهم فأنفق عليهم يا قوي يا عزيز يا كريم يا وهاب يا ذا الفضل والنعمة والعطاء. اللهم أسبغ عليهم نعمك ظاهرة وباطنة، وافتح لهم خزائن رزقك وأبواب فضلك، واحفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم آمنا في دورنا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك، واجعل المال في أيدي أسخيائنا يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء سخاء سعة وسائر بلاد المسلمين.